السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الدرس سوف نشرح كيفية تحميل متصفح باميلون. أولا سوف نقوم بتحميل البرنامج. طبعا رابط البرنامج راح أحطه بالوصف تحت الفيديو. ندخل على الرابط، نضغط على تخطي الإعلانات. طبعا الرابط تحميل دايركت، نضغط على تيلي شارجي. مثل ما انتم شايفين هاي يبلش يحمل معنا. نسكر المتصفح، راح تجينا هاي الايقونة على سطح المكتب، فك عليها الضغط، تضغط عليها مرتين، راح تطلع لك هاي انه وين بدك تفك عليها الضغط. حط اكستريت هير مثل ما انتم شايفين، حيبلش يعبي. هاي فك عليها الضغط. طبعا هاي الايقونة تاع البرنامج، هدول ما إلهم لازمة يعني باقي الملفات. نضغط عليها مرتين مثل ما انتم شايفين، طبعا نسخة محمولة. هاي فتح معنا. طبعا المتصفح باميلو مدعوم من متصفح فايرفوكس مثل ما انتم شايفين، وهو تقريبا يعني بسرعة فيرفوكس وحماية فيرفوكس، يعني سريع للتصفح ومحمي كمان منيح. مثلا هلأ رح نجرب نفوت على صفحة الفيسبوك من هون. مثلا طبعا النت عندي بطيء ومشغل تصوير لهيك بطيء شوي مثل ما انتم شايفين. هاي صفحة الفيس، مثلا نفتح صفحة جديدة. راح نشغل مثلا يوتيوب مثل ما انتم شايفين، فتح معنا على طول. راح نشغل مثلا مقطع هاد. مثل ما انتم شايفين طول اشتغل معنا. راح نفتح مثلا شيء ثاني مثل ما انتم شايفين على طول اشتغل معنا. يعني تقريبا هذا المتصفح احسن من متصفح فايرفوكس. يعني هما يعني شو هذا المتصفح احسن من متصفح، اسرع من متصفح فايرفوكس بنسبة 25% مثل ما انتم شايفين، وبيدعم حماية الفايرفوكس. على كل حال اترككم يعني انتو تنزلوا البرنامج وتجربوه عندكم. ان شاء الله اعجبكم، ان شاء الله يكون عجبكم الشرح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 1, 2, 3, 4.